وخلونا برضو نصبح على زميلتنا منى شرقاوي ونروح نتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير منى. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا مصطفى، اهلا بيكم. بتتفقلي وتتشأمي؟ لا لا لا، اكيد يعني ما فيش حاجه بتقفل يومك او بتبدا يومك بشكل كويس. بص، يعني ان انا ابتدي يومي بشكل كويس ان انا اصحى من غير ما ابقى مخدوده، يعني ما فيش حد من ولادي يصحيني فجاه او ان انا ابقى عماله كل شويه. جدا على طول جدا طول الوقت يعني. جدا 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 والله مروان. دليله. طب بس سؤال، يعني ما فيش حاجه ممكن تحصل لك في يومك؟ خلينا نتكلم عن التفاؤل اكتر، تقولي الله ده باين انه يوم حلو ويوم جميل، هبتدي يومي بخبر حلو مثلا، اي حاجه؟ مش عارف، لا يعني ما بيبقاش عندي الفكره بتاعت ان انا هبتدي اليوم، بس فكره ان انا اقوم برضو براحتي وان انا ما بقاش كل شويه قاعده عماله ابص على التليفون فاضل قد ايه على ميعاد الشغل، خايفه الهواء يروح مني، ببقى قلقانه. اليوم اللي ببقى عارفه ان عندي تاني يوم فيه اجازه ده برضو بيبقى متوقع ان شاء الله، ان شاء الله يعني انه يبقى يوم لطيف. ما فيش يوم كده مثلا قلت الله ده ايه اليوم الجميل ده، انا مثلا ايه النهارده اصطبحت على اليوم اللي بشوفه المكالمه حلوه مصطفى. اليوم اللي بتبقى فيه انت وبسنت في الاستوديو. انا هعزف كمانجا. صباح الخير على كل مشاهدينا.